الذي عرف حضور عديد المؤسسات لعرض أحدث منتجاتها، من بينها مؤسسة إنتاج تحاول أن تنقل الثقافة الجزائرية عبر الإنترنت، سواء من خلال كليبات جزائرية أو أفلام بغرض تعريف العالم بما تسخر به الجزائر من ثقافات. المزيد مع إيمان عياش وسارة بالحور. إنتاج محتويات تجمع حقوق النشر تاع محتويات متنوعة، تكون محتويات دينية، موسيقى، بقالات، شعر، الغاز وما بعد، وتنشر هذه المحتويات. صديق كو هاد لي كونتوني فون اتر ديفوزي سوا عند لي زوبيراتور تيليفونيك في لي سونغري داتونت، سوا يكون بار اس ام اس سي فو فولي فوز ابوني ا دي كونساي بوتي كويزين بيان سور دي زوتوريزاسيون بور تو. Et dans un dernier lieu, on va diffuser cela à l'international, diffuser la culture algérienne à l'international. Bien sûr, toujours en accord avec les maisons d'édition, avec les artistes, avec les autorités de régulation algérienne.